مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم اينما كنتم في العالم العربي. اليوم نلتقي بحلقه جديده من سبيد فور، اخبار محليه عديده، بطولات حصلت الاسبوع الماضي، رول ريس بالاضافه للجوله الثالثه من البطوله العربيه للدراج ريس، وكلنا متشوقين لنعرف ابرز النتائج قبل الجوله الختاميه. ايضا هناك الحديث عن عدد من البطولات والفعاليات المحليه يلي بدها تصير. عبد الله، هيدا الاسبوع بالدوحه. اكيد ليس. يا مرحبا وسهلا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج سبيد، وأيضا أخبار عديدة محلية وعالمية، بالإضافة إلى فقرة ضيوفنا والفقرة المفضلة فقرة جراج، عشان نتعرف على سيارة اليوم وضيوف اليوم بالأصح. ولكن بس ما عودناكم في بداية كل حلقة نبدأها بالمحتوى. تتابعون في سبيد هذا الأسبوع فعالية رول رايس تعود من جديد وتشعل المنافسة في حلبة لوسي، تحدي وإثارة في الجولة الثالثة من البطولة العربية للدراج ريس، صور تجسسية لمرسيدس AMG G63، جاكوار دي تايب تعود إلى الأسواق ب 25 نسخة جديدة. إذن مشاهدينا، مثل ما شفنا بالمحتوى اليوم أخبار محلية وأيضا عالمية عديدة، خاصة أنه اقتربنا من انطلاق معرض جنيف الدولي للسيارات. عبد الله، ببداية حلقتنا، بما أنه يعني بعدنا بأجواء اليوم الرياضي، بالأمس كان الاحتفال باليوم الرياضي للدولي وكانت أجواء رياضية بامتياز بكل الدوحة، الكل شارك ومارس الرياضة. صحيح، تاريخ 13/12/2018 كان اليوم الرياضي لدولة قطر، ودولة قطر تعتبر هي الدولة الوحيدة في العالم اللي هي عندها يوم رياضي للدولة، تعتبره شيء رسمي وأساسي، وهي كلها تثقيف ووعي أن العالم يكون عندهم وعي ثقافي وفكري وأيضا صحي في اليوم الرياضي، عشان الكل يجتمع من مقيمين ومواطنين. وكانت فعاليات جدا كثيرة وعديدة، وكانت تغطية خاصة ومميزة صراحة من قنوات الدوري، والكاس غطت معظم وأغلب الفعاليات اللي كانت موجودة، المشاركة من المؤسسات أو الشركات الخاصة أيضا. صحيح عبد الله، ونحن بقطر ما بنكتفي بممارسة الرياضة فقط باليوم الرياضي، وإنما على مدار السنة وبكل أيام الأسبوع، وهالشي طبعا عم يظهر معنا ببرنامج سبيد، يعني كل أسبوع فعاليات وبطولات عديدة. بنبتدي اليوم أخبارنا مشاهدينا مع فعالية الرول ريس اللي تحدثنا عنها الأسبوع الماضي، واللي صارت يوم الجمعة بتاريخ 9 فبراير بحلبة لوسيل الدولية. هالبطولة اللي بنظمها فريق قطر رول ريس، وبإشراف أو رعاية من مركز مواتر تحت إشراف نادي لوسيل للرياضات الميكانيكية. تفاصيل هالبطولة مشاهدينا من تبعها بهالتقرير. البطولة عبارة عن سباق من ممشى، السيارات بتدوس فيها من ممشى، الشباب كل واحد بيختار مع مين بحاب يجرب سيارته، بيختاروا السرعة اللي حابين يجربوا منها، من 40 أو من 60 أو من 80 أو من 100. بيجوا الشباب متسايرين على الحلبة لين ما يوصل لنقطة معينة، طلع لهم ضوء البداية وبيبدوا السباق لمسافة 400 متر. ما شاء الله بطولة جدا حلوة، وتفرغ طاقات الشباب هنا بالحلبة، بعيد عن طبعا مخاطر الشارع، بعيد عن مشاكل مع المرور والتحريات. طبعا مثل ما انت شايف السباق بيكون بشكل آمن أكثر من سباقات الانطلاقة بالدراج ريس، بعكس خلافه من السباقات الأخرى، هو انطلاقته تكون هو من الممشى منظم أكثر وآمن أكثر من السباقات الأخرى، لأنه بيكون هو ماشي على الماشي، إذا لا سمح الله سيارة مثلا تعطل غيرها أو شيء، يكون في مجال أن السائق يوقف والسيارة الأخرى تتعداها يعني. We'll be right back.
إذن أعزائي المشاهدين، بعد هذا التقرير تعرفنا على بعض الأحداث اللي حصلت في سباق رول ريس، ويعتبر من أحدث السباقات اللي العالم دوم ولا في الدوحة دوم ينتظرونها وعشاقها مميزين. ليش؟ لأن لها نفس ما نقول للفئات اللي موجودة كلها، نفس ما نقول الشعب كله، ولكن لها أيضا شروط راح نتكلم عنها ونذكرها أيضا. من هذه الشروط أن نقدر نقول أن يكون له السائق رخصة قيادة عشان يقدر يشارك في هذه السباقات. ويمكن الواحد يقول إن شلون الواحد يشارك ولا يسوق سيارة بدون رخصة، لأن في بطولات معنية إن الواحد يقدر يسابقها بدون يكون عنده ليسنس سواقة، بس ما نقول الجونيور دراج ريس وهذه السوالف الواحد ما يكون عنده. ولكن في هذا السباق يشترط أن يكون له السائق رخصة قيادة، وأيضا أن تكون السيارة المشاركة من نوع سبورت أو صالون رياضي ولا تقل عن 400 حصان. والشرط الثالث تكون السيارة صالحة للاستخدام اليومي. صحيح عبد الله. إذن فعالية الرول ريس تحدي جمع أسرع السائقين وأقوى السيارات بحلبة الوسائل الدولية، بالإضافة للشروط اللي ذكرها عبد الله. أيضا عبد الله يجب إنه السيارة مثل ما ذكرت تكون صالحة للاستخدام اليومي، وأيضا كل مشترك بحق له إنه يقود سيارة واحدة بالسباق، يعني ما بحق له يشارك بأكثر من سيارة. الموديلات عبد الله، أبرز الموديلات اللي شفناها مثلا جميع انواع سيارات بي ام دبليو الفور ويل فئه الام باور، المرسيدس الفور ويل فئه الاي ام جي، ايضا شفنا عبد الله البورش كايان، الماكان توربو، اودي كيو 7، بنتلي فينتيجا، مازيراتي الفور ويل، وايضا جاكوار الفور ويل. اكيد. اذا الشيء الجميل ايضا من حلبة الوسيل ان فتح ابوابها لجميع المشاركات وجميع الفعاليات. يعني نقدر نقول قبل سنين مضت ان شفنا حلبة الوسيل موجوده فقط للسباقات العالميه والمشاركات العالميه مش المحليه، ولكن الشيء الزين ان قامت تفتح ابوابها للمشاركات المحليه وايضا العالميه، وبالاضافه الى المشاركات الرياضيه منها الدراجات الهوائيه والدراجات الناريه لجميع الفئات وجميع المشاركين والمؤسسات المنظمه لهذه النشاطات. اذا من اولى اخبارنا المحليه ننتقل لثاني اخبارنا، عفوا، لتنويهات معانا حاليا اللي راح تكون في هذا الاسبوع وهذا الويكند او ويكندات مقبله باذن الله. اول تنويه معانا هي الجوله الرابعه من بطوله قطر للسيارات السياحيه، راح تصير بتاريخ 16 و17 فبراير من هذا الويكند، وايضا في نفس اليومين الجوله الثالثه من بطوله السوبر ستوك 600. يعني هاليومين راح تكون الجوله الرابعه من بطوله قطر للسيارات السياحيه، وايضا الجولة الثالثة من بطولة سوبر ستوك 600. هن بنفس التاريخ، يعني بالتزامن، البطولتين بيصيروا مع بعض، والبطولتين بحلبة الوسيل الدولية. صحيح. نعم. وأيضا في حلبة الوسيل نهائيات قطر ريد بول قطر بارك دريفت، البطولة اللي راح تصير تاريخ 23 فبراير. نعم عبد الله. ايضا للتذكير، فريق قطر لملاك الجيب يدعوكم للمشاركه في النسخه الرابعه من فعاليه راعي الجيب والاستمتاع بيوم مليء بالمغامره، وهالايفنت بيكون يوم الجمعه 16 فبراير. اذا لكل محبي سيارات الجيب رانجلر مدعوين للمشاركه بهالايفنت. بنذكر انه الانطلاق او بدايه تسجيل السيارات بيبتدي الساعه 8 صباحا من او باحرى مقابل منتجع شاطئ سليم. اكيد. اذا هذه التنويهات اللي معانا لهذا اليوم، وللتذكير ايضا عشان تستمتعون في الويكندات القادمه باذن الله وتشاركون الفعاليات والمؤسسات اللي قاعده او الجروبات اللي قاعده تنظم هذه الفعاليات من اجلكم عشان تستمتعون في هذه الاجواء. اذا اعزائي المشاهدين خلونا نتابع قبل ما يدخل معانا ضيفنا ونتكلم الحديث اكثر في البطوله العربيه لدراج ريس، خلونا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل معاه الحوار. اكيد صعبه بطوله عربيه، نتكلم يعني من جميع الدول العربيه، يعني في اجانب مشاركين فيها وقرجات، يعني الله يعيننا. ما
المنافسه كل واحد يحب المنافسه، ما له خص السبونسر او المنافسين، كل واحد يحب يبقى المركز الاول من المنافسه ومن الرابع. بس الحمد لله الشباب كلهم في يوم الخير ما قصروا واحد واحد. هذه البطولة العربية الحين الجولة الثالثة، بطولة الدراج ريس الاي دي ار ال، البطولة العربية طبعا هي معروفة هالبطولة، الحين تقريبا التاسعة او ثامن سنة تقام في دولة قطر، والحمد لله الشباب موجودين ومشاركين فيها، وعندنا مشاركة من الكويت، مشاركتين من الكويت الحمد لله، ونتمنى ان شاء الله ان باقي جولتين وان شاء الله نتمنى ان يخلصون على خير ان شاء الله. إذن مشاهدينا جولة ثالثة مثيرة من البطولة العربية للدراج ريس، أسفرت عن نتائج ممتازة للمتسابقين، أبطال جدد من فريق العنابي شفناهم ببعض الفئات. رح نحكي عن كل التفاصيل عن هالبطولة مع دكتور فادي عودة المسؤول الإعلامي في نادي قطر لسباق السيارات والدراجات النارية. دكتور فادي أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيكم إليز وعبد الله، ويعطيكم ألف عافية لكم ولكل طاقم عمل برنامج سبيد حقيقة. Thank you. دكتور فادي، قبل ما نبتدي بالحديث عن تفاصيل هالثلاث جولات يلي قطعوا قبل الجولة الختامية من البطولة العربية للدراج ريس، بدنا نتحدث بشكل سريع معك عن اليوم الرياضي يلي كان أمس، ونادي قطر كان أيضا من المشاركين والمحتفلين بهاليوم الرياضي. الحقيقة يعني نحن في نادي قطر، والنادي يعني نادي رياضي ليس كأي مؤسسي، أو يعني نحن نحتفل تقريبا أو يعني عملنا الرياضة، وكان هذا يعني لابد من أنه نكرس اليوم الرياضي لفعاليات أخرى غير فعاليات التسابق، وهذا ما اعتدنا عليه حقيقة في السنوات الماضية في نادي قطر منذ انطلاق اليوم الرياضي ب 2012 ولا اليوم ونحن عم يعني نحتفل. كان في الحقيقة منطقتين في النادي، منطقة أخرى كانت بالتعاون مع شركة ملاحة، وكان يعني عدد طاقم كبير تقريبا حوالي 1000 موظف كان متواجد في النادي لليوم الرياضي من الصباح الباكر، والفعالية اللي أقام نادي سباق السيارات والدراجات النارية، واللي حقيقة ركزنا فيه على أنواع الرياضات الجسدية، ألعاب الكرات، ألعاب يعني الجري، كان هناك فعاليات مخصصة للأطفال، يعني المرافق الأخرى أو الكثير من الأمور الخدمية اللي منقول تسمح للعائلة بأن يقضوا يوم كامل. صح، من الصباح يعني بالصور من كل الأعمار المشاركين بهالفعاليات، أطفال وعائلات، يعني الكل قدر يعيش الأجواء الرياضية بنادي قطر. والحقيقة كان يعني كان المتواجدين أيضا المتسابقين اللي بيتسابقوا معنا مع أطفال وحضور، ويعني اليوم الرياضي حاليا في الدولي أصبح لم يعد مثل السابق، يعني إذا ما اطلعت على لائحة أو المؤسسات أو الجهات المشاركة في اليوم الرياضي تجدها تفوق الخمسين أو ستين مكان. صحيح. في الدوحة فقط، وبالتالي يعني يحتار الشخص أين يذهب، لكن المتسابقين كان أنا التقيت بأكثر من شخص متواجد وقالوا أنه النادي هو دائما بيتنا الثاني، يعني والأولى أنه نتواجد هون في مكاننا اللي اعتدنا عليه على السباق. صحيح. طيب دكتور، خلنا ننتقل الحين من احتفالات اليوم الرياضي إلى بعد انتهاء ثلاثة جولات من البطولة العربية للدراج ريس. طبعا احنا متعودين منك ان احنا نفتح لك المجال وانت تعطينا وتدلعنا مع الفئات اللي موجوده والمشاركات الموجوده، ومن اختلاف الفئات او المشاركات او ايضا الستيج اللي كان موجودين. هلا رح نبدا مع الفئه الاقوى، فئه البرومود، واللي حقيقه هي الفئه ما بتتواجد تقريبا منافساتها غير بالبطوله العربيه للدراج ريس، وهي الاشهر، يعني الصحف كلها عم تحكي عنها هالفئه. بالتاكيد هي الاشهر كون السيارات اللي تشارك فيها حقيقه سيارات مذهله تماما. نعم.
نعم. هلا الفئة البرومود الدور نصف النهائي مثل ما عم نشاهد أمامنا، مايك كاستلانا كان بمواجهة تود تيترو، ومايك كاستلانا هو كان حتى هذه الجولة هو صاحب أسرع توقيت يسجل في هذه البطولة. طبعا كاستلانا فاز على تيترو وانتقل نحو الدور النهائي. على الجانب الآخر كان هناك مشاركة كويتية بالمميزة، مشاركة بدر خورشيد، وكان بمواجهة بطل الجولتين الماضيتين الأمريكي مايك جانيس سائق فريق العنابي، والفوز كان من نصيب جانيس، واللي وصل للنهائي الثالث على التوالي. نهائي طبعا الطلعة هاي كانت مميزة لأنه سجل فيها لمايك جانيس أسرع زمن بفئة البرومود يسجل بوفق القوانين الجديدة 3.713، هذا أسرع زمن سجل حد هذه اللحظة في النادي، طبعا بانتظار أن يكسر هذا الزمن إن شاء الله بالجولات المقبلة. السباق الختامي واللي عم نشهده أمامنا ربما تسرع من جانيس اللي يعني ارتكب انطلاقة خاطئة، انطلق قبل التوقيت وبالتالي مثل ما بنقول نحن فاول عند الانطلاق، وفوز كان أول لمايك كاستلانا في هاي البطولة بعد أن كان الفوز بالجولتين الماضيتين لمايك جانيس. يعني هي أول لقب له بالبرومود. بالبرومود نعم. طبعا الجولة القادمة ربما يكون لقب ثالث لجانيس، ثاني لكاستلانا أو أول لبقية المشاركين، خصوصا أنه عندنا مشارك جديد في الجولة المقبلة بفئة البرومود. نعم. السائق ريتشي ستيفنز جونيور اللي شارك بالجولة الأولى لكن بعد ذلك قاد السيارة اللي قادها في الجولة الأولى قادها تود تيترو، الآن وصلت سيارة جديدة للمشاركة في فئة البرومود. نعم. وبالتالي رح يزيد العدد وتزداد المنافسة أكثر وأكثر. نعم. إذا بدنا ننتقل أيضا للفئات الأخرى، وياريت مننوه يعني وقتها بيكون في فوز لفريق العنابي القطري أيضا بالنتائج. الفئات الأخرى فئة يعني بداية مع فئة سوبر ستريت 8 سلندر، منافسة كبيرة عم تشهدها الفئة، ولو أنه في متسابق راشد المعاضيد هو اللي مسيطر على الجولات الثلاث الماضية، لكن حقيقة فيها مستوى منافسي وعدد مشاركين جيد بالنسبة لهذه الفئة. بالفئة السوبر ستريت 8 سلندر طبعا هذا اللي عم نشوفه أمامنا هو السباق النهائي اللي جمع بين محمد النابت وراشد المعاضيد، وفاز فيه راشد المعاضيد اللي كان حقيقة صاحب الأزمنة الأميز خلال هالجولة، ولو أنه كان في مشاركة من زميله في الفريق علي كافود في الجولة الثانية وكانت أزمنة جيدة، لكن مشاكل على مستوى المحرك عانى منها كافود وبالتالي ذهب الفوز كما ذكرنا بهالجولة لراشد المعاضيد، وهو ثالث فوز. يعني بثلاث جولات لهلأ راشد قدر يفوز بهاي وهو بهالفئة. الوحيد بالمناسبة بهاي الفئة اللي قدر يعني يفوز بالجولات بالكامل الجولات الثلاث. والنهائي اللي عم نشوفه أمامنا نهائي فئة السوبر ستري أو الأوتلو سيكس سيلندر، نهائي فاز فيه ميلوس بافلوفيتش الأسترالي وكان فاز بالجولتين الماضيتين زيد العقيلي اللي وصل مع بافلوفيتش للسباق النهائي في هذه الجولة. الفئة الأخيرة على مستوى السيارات أو فئة الإندكس فئة الدراغستر كان لقاء نهائي بين أحمد العبدالله وبين بدر الشرشني، وبدر الشرشني هذا أول جلوس له خلف سيارة الدراغستر ومع ذلك تمكن من الوصول للسباق الختامي. فوز كان عن طريق انطلاقة خاطئة للشرشني، ربما عدم خبرة بهذه السيارات. أحمد العبدالله حقق ثاني فوز له في البطولة، وبانتظار الجولة الأخيرة مننوه أيضا بفئة الدراغستر في مشاركة كويتية معنا جابر المغربي واللي كانت تصدر التجارب التأهيلية الخاصة بهذه الجولة. حلو، يعني نقدر نقول مشاركات خليجية موجودة أيضا في حقيقة رغم الظروف اللي صارت في مشاركات خليجية، وفي بالمناسبة في تواجد للإعلام الإعلام الكويتي أيضا عم يكون حاضر معنا في كل جولة لتغطية مشاركة المسابقة المتسابقين الكويتيين، ورح نحكي ربما بس نخلص من هاي رح نحكي عن مشاركة كويتية قادمة في الجولة الأخيرة. إذن خلينا نتكلم أيضا عن الفئة الأخيرة الموجودة في عدد الدراجات النارية. الدراجات النارية اللي بتشارك معنا عادة بالبطولة بطولة الموسم الحالي هي السوبر ستريت بايك والستريت بايك. السوبر ستريت بايك كان النهائي بالجولة هذه النهائي اللي جمع بين داود الشرشني وبين
محمد الدرويش، وكانت أول مشاركة لمحمد الدرويش في هذه البطولة، غاب عن الجولتين الافتتاحيتين، ومنذ مشاركته الأولى تمكن من التغلب على بدر الشرشني وتحقيق اللقب. ومنذكر أيضا بأنه بدر الشرشني هو صاحب اللقب في الجولة الثانية، وهي الفئة الوحيدة مثل ما ذكرنا اللي عندنا ثلاث أبطال بثلاث جولات، بكل جولة بطل، جولة جديد. بطل مختلف. يعني نأمل أن يكون البطل أيضا مختلف في الجولة الرابعة. الفئة الثانية اللي هي فئة الستريت بايك، كان النهائي جمع بين يوسف كرم وأوزير إسماعيل. طبعا يوسف كرم حقق اللقب في الجولة الماضية، وعاد هذه الجولة تمكن من التغلب على أوزير إسماعيل في السباق النهائي، وأوزير إسماعيل اللي كان حقق لقب أو حقق أفضل زمن بالتجارب التأهيلية الخاصة بالجولة الماضية. نعم. خلونا نقدر نقول في الدرجات النارية، عفوا تفضل. نقول في الدرجات النارية نقدر نشوف اختلاف أسماء أكثر من السيارات. هلا في تقارب حقيقه بالمستوى بين بالمتسابقين الدراجات الناريه، وتقارب باداء الدراجات. نحن عم نتكلم عن دراجات السوبر ستريت بايك والستريت بايك، في تقارب بالمستوى، وخصوصا الستريت بايك حقيقه يعني احيانا تختلط الاوراق، ونادرا ما نرى متصدر التجارب التاهيليه هو من يفوز في السباق. يعني محمد الدرويش ما كان متصدر التجارب التاهيليه واللي هو يفاز بالسباق، وايضا يوسف كرم بفئه الستريت بايك لم يكن متصدر للتجارب ومع ذلك فاز بالسباق. نعم. طيب دكتور فادي، اذا بدنا نحكي هيك بشكل عام تنتحضر لاجواء الجوله الرابعه والختاميه من البطوله العربيه للدراج ريس، يعني مقارنه بالجولات السابقه، الشيء اللي صار يعني مثلا بالجوله الثانية لاحظنا هناك بفئة السيارات خاصة، يعني في ناس حافظت على ألقابة، في كان عنا بعض ألقاب جديدة. هلأ مع نتائج الجولة الثالثة كيف بتتوقعوا النتائج؟ هل هو يعني برأيك حيكون في محافظة على الألقاب أو رح نشهد أبطال جدد بالجولة الرابعة؟ هلا اعتقد انه رح نشهد ابطال جدد في هذه الجوله. هناك مستويات، انا يعني جئت الى البرنامج والتجارب لا زالت مستمره في النادي حتى الساعه متاخره من الليل، اليوم مفتوح الحلبي وعلى مدار الاسبوع مفتوحه للمتسابقين لاجراء التجارب على السيارات. الشيء المميز هالجوله هو دخول يعني او لنقل اكتمال النصاب بفئه الاوتلو 10.5 واللي كانت غايبه عن الجولات الماضيه. لدينا مشاركتين من الكويت حقيقه باسم نادي قطر لسباق الدراجات الناريه، يعني من بنشكر فريق توب شوب او سوبر شوب عفوا الكويتي اللي بيملكوا جابر الصراف وسائقيه عبد الله السوري وحسين العلي على تواجدهم معنا في الجوله الختاميه. يعني السيارات وصلت منذ يومين او ثلاث ايام الى النادي، واليوم عم يجروا التجارب عليها، وراح تكون منافسه قويه في هي الفئه، فئه الاوتلو 10.5، مع وجود سائق العنابي مصطفى اتات اللي هو حامل اللقب بالموسم الماضي، وعبد الله السوري اللي من فريق سوبر شوب هو حامل اللقب في الموسم قبل الماضي، وبالتالي راح تكون يعني مواجهة قوية بين الاثنين على لقب الجولة الختامية. كان حقيقة حابين تتواجد هالفئة منذ بداية الجولة، لكن منذ بداية البطولة، لكن يعني أن تأتي متأخرا خير من لا أن لا تأتي. ننتظر حقيقة مشاركات أكثر لسه، مثل ما ذكرت أيضا بفئة البرومود في عنا زيادة لسيارة مع المتسابق ريتشي ستيفنز جونيور، وإن شاء الله يعني أنتم مدعوين أكيد للتواجد معنا كفرد من أفراد البطولة أكيد برنامج سبيد. أكيد بإذن الله راح نكون موجودين عشان نغطي أيضا الجولة الختامية والمهمة تعتبر من البطولة العربية للدراج ريس. ولكن خلينا ننتقل للبطولة أيضا المحبوبة في قطر وفي العالم، بطولة الدريفت. خلينا نتكلم عنها، بدأت البطولة ولكن ما في أي مستجدات على هذه البطولة. هلا حقيقة يعني البطولة الدريفت حاولنا يعني نقيم اليوم المفتوح للدريفت. البطولة ربما تقام جولة أو جولتين وفقا لما يتاح به التوقيت. نحن باليوم الأحد القادم بيكون عنا يوم مفتوح لمتسابقي الدريفت، أعلن عن هالشيء والمتسابقين راح يكونوا متواجدين، وعلى أمل أنه يعني فيما تبقى من هذا الموسم أنه نلحق بكم جولة من جولات الدريفت. نعم دكتور فادي عودة، المسؤول الإعلامي بنادي قطر للسيارات ودراجات النارية، شكرا لحضورك معنا، ونحن أكيد الأسبوع القادم راح يكون عندنا تفاصيل الجولة الرابعة من البطولة العربية للدراج ريس. شكرا لكم. إذن مشاهدينا مع دكتور فادي نوصل لختام الفقرة المحلية، أخبار عالمية عديدة خاصة مع التحضيرات لمعرض جنيف الدولي للسيارات، وإنما بعد الفاصل.
تتابعون بعد الفاصل مرسيدس سي كلاس 2000. إذن مشاهدينا منوصل لفقرتنا العالمية وأخبار حول العالم، وهلأ كل الأضواء والاهتمام متجه صوب معرض جنيف الدولي للسيارات يلي يعتبر من أهم وأعرق وأكبر معارض السيارات بالعالم. إذن مع اقتراب انطلاق معرض جنيف الدولي للسيارات بدأت التسريبات والأحاديث الصحفية والصور والفيديوهات عن السيارات اللي راح يتم الكشف عنها. شركة مرسيدس بنز الحاضر الأبرز بمعرض جنيف وعم تشارك بأسطول كتير كبير. بعد ما شاهدنا سيارة مرسيدس جي كلاس 2019 يبدو أنه راح نشاهد قريبا مرسيدس اللي عم نشوفها بالصورة الـ AMG G63 موديل 2019. هالسيارة راح تكون مزودة بمحرك V8 توين توربو بيولد قوة 577 حصان، تسارع من 0 ل 100 كيلومتر بالساعة ب 4.5 seconds، أما توب سبيد فبتوصل لل 220 كيلومتر بالساعة. صانع الألماني مرسيدس بنز أكد أنه هالسيارة الأسوفي تمتلك قدرات هائلة في اقتحام الطرق الوعرة والتعامل معها، وسواء كانت هالطرق رمال أو طين أو حتى صخور، يعني مناسبة جدا لنا بقطر وبالصحراء. التصميم الخارجي مثل ما عم نشوف يعتمد على الطراز يلي كلنا بنعرفه جي كلاس 2019 الأساسي المعتمد، ولكن يبدو من الأمام مثل ما عم نشاهد حصلت على شبك أمامي مميز. طبعا يعني هناك بعض التفاصيل يلي بتميزها للسيارة ورح نشوفها إذا قريبا بمعرض جنيف الدولي للسيارات. قدر أعزائي المشاهدين نقدر نقول الحديث المتزايد عن الجي كلاس لسبب واحد، أن هذه السيارة دوم تكون محافظة على شكلها الخارجي، ونفس ما شفنا لحد الحين محافظة على شكلها الخارجي، ولكن الشكل الداخلي هو اللي راح يغير انطباع محبين هذه السيارة، وراح يمكن يخليهم أن يغيرون من 2017-16 إلى 2019 من هذه السيارة، أنه راح يكون في شيء جديد ومميز عن اختلاف النسخ السابقة. بس يعني هو الهوية عبد الله واللوك الصندوقي هو نفسه للسيارة. هذا صعب انه يتم تغييره من شركة المرسيدس، ان هذه السيارة تعتبر انها كانت المفروض انها تتوقف، ولكن الطلب المتزايد على هذه السيارة خلى الشركة تتم على استمرارية انتاج هذه السيارة، وايضا حاليا تغيير بعض الاشياء من السيارة واللمسات الخفيفة من الداخل والخارج. إذن من شركة المرسيدس ننتقل إلى شركة جاكور، وجاكور تريد إحياء أيقونة الدي تايب بإنتاجها 25 نسخة جديدة، وأعلنت جاكور أنها ستقوم بإعادة إحياء الدي تايب بعد مرور 62 عام من التوقف عن إنتاجها. وهذه الأيقونة الرياضية التي شهدت الفوز بسباق لومن 24 ساعة 3 مرات متتالية ستستخدم في موديلها الجديد البالغ عددها 25 نسخة فقط محرك الفي 6. والشيء المميز في هذه السيارة أن محبين هذه السيارة من السباقات القديمة، السباقات المميزة من الجيل القديم، أعطاكم جاكور الفرصة من أنكم يعني تختارون هذه السيارة وتعتبرها من السيارات اللي راح تكون موجودة فترة وراح تختفي مرة أخرى. ف 25 نسخة لكل محبين هذه السيارة، احجزوها أو حاولوا تتواصلون مع الشركة عشان بس تاخذون نسخة من هذه النسخ عشان بس تكون عندكم وتشوفونها دوم معاكم، وهذه السيارة إذا راحت ما راح ترجع مرة أخرى. صحيح عبد الله، يعني كان في حديث لأحد مسؤولية جاكور أنه ممكن يتم صناعة 100 نسخة من هالسيارة، وإنما بالأخير اتفقوا فقط على تصنيع 25 نسخة من هالسيارة. ختام فقرتنا العالمية مشاهدينا بنرجع لمرسيدس بنز وبنرجع لمشاركتها بمعرض جنيف الدولي للسيارات. إذا تحدثنا عن الـ AMG G63 2019 وشاهدنا صور أيضا من قبل للتحديثات يلي بتختارها الميباخ اس كلاس، وهلا عم نشوف السي كلاس يلي هي رح تكون موديل 2019 ورح يتم عرضها لاول مره بمعرض جنيف. السي كلاس اللي تم اطلاقها لاول مره عام 2015 عم نشوف يعني تغييرات طفيفه اذا فينا نقول بالشكل الخارجي، في تغيير بمصابيح ال اي دي وايضا صادم امامي جديد لها. داخليه السياره ايضا عم تحصل على ابديت
الحديث إن كان من الشاشات الترفيه وخاصة نظام القيادية اللي فيها ونظام التكنولوجيا عم يخضع لأبديت وبيكون مواكب للتكنولوجيا العصرية. إذن مشاهدينا هالسيارة رح تحمل محرك 4 سلندر بقوة 255 هورس باور. ومنذكر كل هالسيارات اللي عم نشوفها من مرسيدس بنز رح نشوفها بشكل مباشر ويتم إطلاقها بمعرض جنيف الدولي للسيارات. أكيد وإحنا دوم منتظرين معرض جنيف للسيارات عشان نشوف الشركات المنافسة من مختلف العالم أن يبرزون أهم وأبرز ما عندهم من السيارات الكونسبت أو السيارات الإنتاجية. حلقة اليوم حلقة يعني شركة مرسيدس ماخذة حيز كبير من حلقة اليوم. تكلمنا عن الجي 63 وتكلمنا عن السي كلاس، ولكن خلونا نتوقف على هذا الفاصل عشان نتكلم على الهواء مباشرة في فقرة جراج عن الاي 200. إذن أعزائي المشاهدين رجعنا لكم بعد هذا الفاصل، وصلنا لآخر فقرة من برنامج سبيد فقرة جراج عشان نتعرف على السيارة الموجودة. وشركة المرسيدس هي من أحد الشركات المهمة في العالم ودوم تبرز لنا الأحدث والأميز من سياراتها. معنا اليوم طارق نمر مشرف مبيعات شركة المرسيدس بالدوحة. يا مرحبا فيك طارق. مرحبا بك، مساء الخير طارق. اليوم معنا سيارة الاي 200 الجديدة. نعم. واللي راح نتكلم عنها وتفاصيل أكثر عن هذه السيارة من نعم. الخارج ومن الداخل، فخلنا نشرح بداية من خارج هذه السيارة. أوكي، بداية مساء الخير لجميع المشاهدين. سألكم بدنا نحكي اليوم عن فئة الإي كلاس اللي هي الفئة الجديدة كليا من المرسيدس. السيارة جديدة حتى من البداية من المفتاح اللي أخذ شكل جديد بشكل انسيابي على شكل السيارة. بالنسبة للسيارة بحد ذاتها بشكل عام هي اجت أكثر انسيابية، أكثر رياضية، والأجريسيف ديزاين فور دكار. حتى الديناميكية بالديزاين أساسا مأخوذ من الأس كلاس اللي هي الأس كوبي. صحيح. ومثل ما أنك شايف السيارة مع انسيابيتها حتى مع اللايت التكنولوجيا الجديدة اللي هي من اسمها المالتي بيم LED، LED فول LED لايت اللي اوريدي كونجكشن مع السيفتي تاع السياره، بيعطي رؤيه اوضح، كلاريتي اوضح. حتى هو بالنسبه لل اذر درايفرز اون ذا رود، يعني بالنسبه للسيارات الاخرى ما بيسبب اي ازعاج. بيعتمد على الانتليجنت لايت سيستم، نظام الاضاءه الذكي، من دون يعني نوع من تخفيف الحوادث او سيفتي للركاب. سيارة تميزت بالجريل العريض اللي هو جديد، الدايموند جريل باللون الأسود طبعا على السيارة اللي موجودة لأنها الأفنغارد ديزاين مع لوجو المرسيدس بالوسط، وبدل تو لوبر صار عندنا الوان لوبر. بالنسبة للصدام صار أعرض، الاير انتيك جاء أكبر، الكروم زيادة بالأسفل زاد عليها بحسب الباكج اللي هي الأفنغارد. حلو. فينا نشوف بالنسبة للرمس اللي إيش تاع السيارة. نقدر نطلع الرمز تفضل من هذه الناحية ونتكلم عن الرمز من تفضل. أوكي سوري. بالنسبة للرمز للمرة الأولى بينزل عليها 20 إنش اللي هو الأفنغارد ديزاين، وفي عدة خيارات طبعا غير هاي الرمز بتنزل عليها، مصنعة من الكروم اللي هو التيتانيوم كروم، بتجي باللون الرمادي وباللون الأسود. يعني كل شكل الرنجات في عدة أشكال وعدة، في عدة أشكال وعدة سايزات، في من 17 للي هو سايز 20 اللي هو أكبر سايز بيجي عليها اللي هو هاي الأفنغارد، وفي منها الـ AMG طبعاً ديزاين مختلف وألوان مختلفة بتجي على السيارة. بالنسبة للجانب تاع السيارة في البلت لاين هو جديد مقارنة مع سابقتها، صار على طول السيارة، أول كان هنا. القسم العلوي منها هنا جاي أعرض، الزجاج صار أعرض بزيادة طبعا لأن السيارة اجت أطول من سابقتها ب 13 سنتي، فصار في تحكم أكثر حتى بالسايد ويندوز مع الكروم لأول مرة بينضاف بدل اللون الأسود. انسيابية مع بدي السيارة مع الميرورز كلياتها مع الجلاس الاندرير للسيارة، ما نلاحظه اللي هي السلم اندرير. صحيح. سلم اندرير هي نفسها البوت مع اللايت، اللايت كمان اجى فل LED اللي هو تنتد LED
بيعتمد على نظام الإضاءة الذكي كمان مرتبط بالسيفتي سيستم تاع السيارة اللي هو كامل بيجي مع نظام المالتي بيم الانتليجنت لايت سيستم. يعني نقول الشركة تخصيصا من هذه الفئة مركزة على فئة الليتات من ناحية السلامة أكثر من السابق. يعني من ناحية السلامة وكشكل خارجي هي شكل جديد مع الـ LED اللي بيعطيها ميزة أكثر سبورت أكثر للسيارة. بالإضافة أنه اللايت هو كسيستم كامل نظام الإضاءة الذكي اسمه بيتفاعل مع الدرايفنج مود ومع الدرايفر نفسه حتى مع المشاة بالشارع مع السيارات الأخرى يعني اللي جاي بالمواجهة. فمشان هيك الإضاءة مهتمين فيها أكثر وانتقلوا لنظام اللي هو المالتي بيم LED لأنه فعاليته إشت أكثر وفوائد أكثر من السيستم اللي كان أول موجود. خلينا نتكلم أيضا عن الشكل الخلفي للسيارة وأيضا معطيها الكروم. الريل أند اهتموا زيادة فيها ضافوا الكروم على الرير بامبر. في عنا زي ما نشوف البلت لاين اللي هو من الكروم مع الإكزوست. وطبعا بيختلف بحسب اختلاف الديزاين عنا تختلف حسب الباكج إذا كانت أفنغارد أو AMG. والسبورتي ديزاين اللي هو إضافات الستوب لايت بالخلف عندنا هنا مع العلامة المرسيدس بالمنتصف اللي هي فيك تستخدمها أساسا بفتح البوت الخلفي نفسها فيك تستخدمها ونفسها تعديل على الكاميرا الخلفية صار أوردي مع اللوجو تاع المرسيدس اللي هو موجود بالخلف. في حال أن واحد يرجع ريوس ولا ريفيرس طبعا تفتح على طول وبتعرض لك كامل المسافة مع الديامتر اللي موجود بالشاشة الأمامية اللي على الانسترومنت كلاستر. وفيها الأوبشن اللي هو نزل عليها لأول مرة الـ 360 ديجري كاميرا بيعطيك أدق التفاصيل وبيساعدك مع السيستم اللي هو الباركينج بايلوت اللي هو سيلف باركينج للإيكو. حلو. ايضا نعم. تكلمنا بشكل نقدر نقول شبه تفصيلي عن السياره من الخارج ولكن هنا ننتقل لداخل السياره عشان نتكلم عن المواصفات اللي دوم شركه المرسيدس تتميز في سياراتها. نعم. تتميز في اشكالها ايضا من المواصفات الموجوده الكثيره. تفضل. نعم. اسحب ولا تهون انك تنزل الدريشه بس تشغل السياره وتنزل الجامعه. خلينا نتكلم الحين عن المواصفات اللي موجودة في هذه السيارة. من طبعا مثل ما أنا شايفين بهذه السيارة بداية نبدأ مع الستيرينج. الستيرينج ويل هو جديد مع الأفنغارد ديزاين اللي هو بيجي بشكل دائري كامل وفينا نروح لأوبشن ثاني كمان اللي هو فلات ستيرينج ويل. في عدة خيارات. الجديد بالستيرينج ويل لهي السيارة أنه نزل عليها التاتش باتن موجود بجهة اليمين باليسار اللي هي بجهة اليسارية بتقدر تتحكم بالانسترومنت كلاستر اللي أمامك دايركت واللي جهة اليمين نتحكم بالكوماند أونلاين. الكوماند أونلاين اللي هو بيعطيك الأساسيات بالسيارة وكيف تتحكم بالسيستم بالسيارة بالراديو بالإضاءة بالتكييف. طبعا فيها البادل شيفتنج اللي هو أساسي على كل الإيكوب بيجي معاها. في حال الشخص حب يسوها مانيوال ممكن يتحكم بالبادل شيفتنج من هنا بلس ماينس. بالنسبة للإنسترومنت كلاستر بيعطيك كل البيانات وفينا نختار منها نحن بالتاتش باد وين بدنا نروح. بيعرض لك السيرفس فينا جميع وسائل المساعدة والسيفتي معروضة اللي هي بيانات القيادة السرعة نسبة استهلاك الوقود. يعني نقول التحكم كامل جداً كامل سهل. تحكم جدا سهل وفريندلي وفيك تستخدمه. حتى بيعرض لك كمان معنا الكوماند أونلاين كامل ممكن تشوفه أمامك من دون ما يعمل لك أي إعاقة أثناء القيادة أو يلهيك عنها. اللي هو بيعرض لك النافيجيشن سيستم ممكن يحول لك هنا الراديو الميديا سيستم كمان تظهر أمامك فبكل سهولة فيك تتحكم فيها تنقل فيها. الشيء الجديد على الإيكوب اللي هو الديزاين للانسترومنت. في عنا عدة خيارات اللي هي ثلاث خيارات كمان محددينها بنروح اللي هي السبورت مود لو حب الشخص وفينا نروح للكلاسيك اللي هو شبيه بسيارات الصالون من الإي كلاس وفي عنا البروجريسيف مود اللي هو بيعطيك توتال سبورتي مود.
حلو يعني يقدر يعطيك طابع ايضا يخليك تعيش الجو الموجود صحيح كامل عشان صحيح تستمتع فبيعطيك بالقيادة. اكثر خيارات ان تتحكم بالدسبلاي الامامي ومع للسيارة. اختيار الدسبلاي وتغيير الدسبلاي شكل اداء السياره ايضا يتغير. الاداء السياره فينا نعتبر انه بيتغير مع الدرايفنج مود. درايفنج مود اللي هو فيك تختار سياره اوريدي جاي عليها فينا ان اللي هو القياده بوضع الكومفورت. نعم. فينا نقودها بوضع السبورت, فينا السبورت بلس, ونزل عليها الجديد كليا اللي هو الايكو سيستم, بيوفر بالوقود وصديق للبيئه اكثر وبيخفف انبعاثات ثاني اكسيد الكربون فيها. وفي عندنا السيستم الجديد اللي هو الانديفيدجوال, بامكانك تعمل ديزاين او بيلت المود او درايفنج مود من لها اللي انت بتحب تسوق فيها, بتعمل الانجن سبورت, الجير كومفورت, في عده خيارات عندك وخيارات واسعه لحتى تقدر تعدل فيها بهي درايفنج مود بالسياره. بالنسبه للكوماند, الكوماند هو كل العمليات الاساسيه للتحكم بالسياره موجوده بالكوماند الجديد. الكوماند تعدل عن السياره السابقه واجا مع شاشه شبيهه بالتابلت يعني اللي هي القياسها 12 12.3 انش. التحكم كامل بسيستم السياره بيتم عن طريق الكوماند اونلاين. في من الكوماند اونلاين فينا ندخل للنافيجيشن سيستم, فينا ندخل للراديو, حتى للميديا. الميديا فيها عدة خيارات, فيها استخدام لليو اس بي, فيها استخدام للبلوتوث ميديا, تليفون بلوتوث. ايضا في عندنا بالنسبه للتليفون, التليفون هو اساسي بيجي مع كل سياراتنا, وبسيستم الاي كلاس بامكانك تستخدم التليفون سيستم بالاي كوب كأنه مثل موبايلك, يعني فيك تستغني عن الموبايل حتى بس تخليه بالسيارة وتتحكم بكامل العمليات الموجودة من السيارة, بالأسماء, بالاتصال, بتعمل سينكرونايز للأسماء حتى هنا, المسجات فيك تتحكم فيها من السيارة كمان. الإضافات من المرسيدس نفسها, بعد الابليكيشن نضاف على السيارة فينا نشوف هون اللي هو الكونكت ابليكيشن, فينا نحمل بعض الأبس لحتى نقدر نتحكم فيها عن طريق الانترنت وندخلها على سيستم السيارة ويضل محفوظ فيها. حلو. فيكل سيستم عنا بيعطوك مدخل لكل الأساسيات لتتحكم بالأوبشن تاع السيارة, حتى من الكوماند فيك تغير المود تاع السيارة, فيك تروح للسبورت كومفورت أو سبورت بلس من الكوماند. بالإضافة للستيرينج في عندك عدة خيارات, حتى تغيير اللايتس كمان ممكن من الكوماند. الشيء الجديد بالسيارة الإضافة على الإيكو اللي هي 64 إنارة داخلية, فيك تختار من 64 لون اللون اللي أنت بتحب تختار. طيب إذن راح نتكلم عن تفاصيل أكثر عن هذه السيارة ومميزاتها أيضا اللي ما غطيناها حاليا في السيارة, نتكلم أيضا في الاستديو. إذن مشاهدينا بهالجولة السريعة تعرفنا على سيارة مرسيدس E200 يلي موجودة معنا اليوم بفقرة جراج وبستوديو سبيد. طارق نمر مشرف مبيعات بشركة ناصر بن خالد للسيارات, بدنا نرحب فيك. طارق, يعني حكيتوا عن سيارة من الخارج من الداخل أنت وعبد الله, وحكيتوا عن كل التفاصيل. بدي نحكي بالتفاصيل الميكانيكية هلأ, يعني بنحكي بالأنجن, بالأكسلريشن, بالتوب سبيد, بهالتفاصيل. نعم. السيارة اللي شايفينها قدامنا اللي هي الـ E200 هي عبارة عن أنجن 4 سلندر 2.0 لتر اللي هو توربو تشارج. نعم. بتولد 184 حصان. نعم. بنسبة تسارع 7.8 من 0 ل 100. الانجن جديد. نعم. طبعا. نعم. الفرق عن السيارة اللي هي السابقة انه التوفير بالوقود اكثر, صديق للبيئة اكثر. نعم. والجير سيستم اللي هو جي 9 ترونيك اللي بيعطيك 9 غيارات, مما بيعطيك سهولة بالتغيير بالسيارة, وبيساعد بالسبورتي مود للقيادة, نموذج القيادة. طيب خلينا نتكلم عن
0-100 دائما، ان هذه السياره تعتبر من سيارات السبورت في شركه المرسيدس، فخلينا نتكلم عن بيرفورمانس من هذه السياره. نعم، كبرفورمانس في عنا عده خيارات. السياره فيك تسوقها بهو المود بنسميه كومفورت مود، اللي هو الوضع الطبيعي للانجن. لو حبينا نروح للسبورت مود بالسيارة ممكن نختار اللي هي السبورت أو سبورت بلس، بيعطوك لورنج للبادي تاع السيارة 15 ميلي وبيعطي باور أكثر للإنجن. الفرق مش كبير لكن بتحس بالفرقية بالأكسيليريشن، بيعطينا دفع أكثر السيارة، وخاصة لما نمشي مسافات كبيرة وتكون السرعة أزود بتحس بانسيابية السيارة وبيعطيك سرعة أكثر وباور أكثر للإنجن. كومفورت مود هو الحالة الطبيعية لها، فعندك أكثر من خيار. نعم، طيب إذا بدنا نحكي عن سعر السيارة والسيرفيس والضمانات، يعني نعم، كل هالتفاصيل اللي بتجي مع السيارة. السعر السيارة الإيكوب ابتداء أسعارها من 230 ألف ريال قطري، وحسب الاوبشن طبعا فيك تختاري عده اوبشن تضيفيها على السياره، ان كان بالخيارات الخارجيه مثل السياره اللي موجوده امامنا هي الافنغارد ديزاين. نعم، سعرها تقريبا بال 270 الف ريال قطري. نعم، فينا نروح لديزاين الاي ام جي كت. الاي ام جي كت بيزيد معاها السعر، بتوصل لل 295، لانه بيختلف عنا الديزاين الخارجي، يعني تقريبا بتفرق 100,000 ريال، بتفرق 35,000. هاي 270 بتوصل ل 295، لا 270 بتوصل ل 200، كنا زمطنا بالسعر اقل شيء. طيب خلينا نتكلم عن الالوان المتوفره من هذه الفئه الداخليه والخارجيه. الالوان المتوفره الايكو بتجي بالوان خارجيه، هي 10 الوان، في منها اللون اللي شايفينه هو لون جديد الهايسن ثريد، بيجي عليها اللون جديد نزلناه اللي هو لون الشامبين اورجونايت سيلفر، بيجي عليها طبعا اللون الاسود ميتاليك، اللون الكحلي، الابيض اللؤلؤي، اللون السيلفر الرمادي، واللون الاخضر كمان. وفي الوان سبيشال اللي هي الالوان المطفيه، الابيض المطفي او الرمادي المطفي. من الداخل ممكن يجي على السياره. من الداخل في عنا عده خيارات على حسب نوعية الجلد اللي بيجي عليها. أنواع الجلد في عنا نوعية اللي هي المان ميد لدر، بتيجي ألوانها تختار ما بين البني والبيج واللون الأسود أو الرمادي، وفي عنا اللي هو اللذر نفس اللي موجود على الأفنغارد، متوفر بألوان اللون البني اللون الأحمر، وفي منها الألوان الرمادية والأوف وايت التوتون مع اللون الأسود، وحسب ما تختار الباكج اللي هي مثلا لو اي ام جي راح تروح للألوان الحمراء. نعم، سؤال أخير إذا فينا نقول، من هالسيارة 2017-2018 تقريبا هن نفسهم نفس الموديل، فكيف كانت مبيعات هالسيارة والإقبال عليها؟ السيارة بصراحة عليها إقبال كبير، هي نزلت بالنص الثاني من 2017. نعم، وحتكمل بنفس الديزاين حاليا لمدة 4 سنوات على نفس الشكل 17 أو 18 أو 19 أو 20. الإقبال على السيارة كبير. نعم، إن كان فئة الـ E200 أو الفئة الـ 400، حاليا هي اللي موجود منها الـ E200 والـ E400. حاليا نحن out of stock. نعم، لكن في طلبيات يعني بتجي، وبالنسبة للأشخاص اللي بيحبوا يعملوا طلبيات خاصة في عنا خيارات أكثر لحتى يطلب السيارة ويعمل تصميم اللي بده إياه، يعني كان بالخارجي أو الداخلي. نعم. طيب، صحيح. آخر سؤال سريع، كل العالم ناطرين أو ينطرون فئة الـ AMG الـ E63، هذا دوم منتظرين الهاي برفورمانس، خلينا نتكلم متى صدور الـ E63 من الفئة الجديدة؟ بخصوص الـ E الكوب، ولأول مرة حينزلوا الـ E53 AMG، واللي هي حتكون من A to Z AMG DNA، حتكون 6 سلندر انجن بالقدرة الحصانية اللي هي 435 حصان. السيارة بعد ما أعلنوا عنها بشكل رسمي، يعني حتى الطلبات ما بلشنا عليها، بس قريبا إن شاء الله حنعلم متى حتكون متوفرة ومتى حيبدوا فيها. هم عطوا نبدأ عنها بس حاليا مش متوفرة حتى بمعارضنا يعني أو بالعالم مش موجودة.
وإن شاء الله قريبا منشوف. نعم طارق نمر مشرف مبيعات شركة ناصر بن خالد بالسيارات، شكرا لحضورك معنا. شكرا لكم. يعطيك العافية. إذن مشاهدينا مع المرسيدس عم نوصل لختام حلقتنا لليوم من سبيد، ونلتقي عبد الله الأسبوع المقبل. أكيد. إذن أعزائي المشاهدين من هنا نلتقيكم في الأسبوع القادم وحلقة جديدة في أمان الله. بأمان الله.